زي ما قلت لحضراتكم الكابتن خطيب كان دائما ما يتابع رجال النادي الاهلي وهنأهم بالبطوله العربيه لتنس الطاوله. الحمد لله انجازات في كل مكان، في ان شاء الله ربنا يكرمنا في كره اليد كمان في بطوله ابطال الكؤوس وربنا يكرمنا ويرجعوا بهذه البطوله. النهارده الحقيقه كانت لفته رائعه من واحد اسكندراني جدع الحقيقه، الحاج محمد مصلحي، الاستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري. زار مؤمن زكريا في بيته، وكالعاده الحقيقه دائما زي ما حضراتكم شايفين رجل محترم، ونقل لكابتن مؤمن زكريا كل تحيات كل اهل اسكندريه الاهلاوي وغير الاهلاوي الحقيقه، لان مؤمن زكريا في قلوب كل المصريين. الحقيقه لفته رائعه وانسانيه جميله جدا من الأستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، والحقيقة مش غريب عليه إن هو دائما ما يكون في أوائل الناس اللي بتعمل مثل هذه اللفتات. شكرا جزيلا للأستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، والحقيقة أيضا اطمنا أهو بشكل كبير جدا على صحة مؤمن زكريا، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يقوم ويرجع ويبقى أفضل من الأول.